السلام عليكم ورحمة الله. لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، تجرأ اليهود وقالوا: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذاك العذاب الشديد بسبب ما قدمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية، وبسبب ما اقترفتموه من المخازي والقبائح. ولماذا خص الله بالذكر الأيدي؟ لأن الإنسان عادة يتولى الفعل ويباشره بالأيدي، فعبر الله عز وجل عن الأنفس بالأيدي من قبيل التعبير بالجزء عن الكل، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه منزه عن ذلك. فالله عز وجل لا يظلم عباده مثقال ذرة ولا يعذب بغير ذنب. توقف خصوم الإسلام من المستشرقين أمام تلك الآية الكريمة وقالوا: يقول الله في قرآنكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكما علمنا، ظلام صيغة مبالغة من الظلم، فإذا نفى أنه ليس بظلام فلا ينفي ذلك أنه قد يظلم. ونقول لهم مستعينين بالله: نفى الله عن نفسه الظلم نفيا مطلقا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولكنه في الآية الكريمة يتحدث عن عذاب الحريق، وما أدراك ما عذاب الحريق. فناسب ذلك أن يأتي بصيغة المبالغة ظلام بدلا من ظالم. أضف إلى ذلك أن ذاك العذاب المؤلم واقع بعدد كبير من الكافرين، فناسبه صيغة المبالغة. جزاكم الله خيرا. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.